ولاية الطاغوت خ-ميم-نون الأذربيجاني دلالات وعلامات. ولاية الطاغوت خ-ميم-نون الأذربيجاني دلالات وعلامات. الأمة المرحومة في السكون والانتظار. الأمة المرحومة في السكون والانتظار. إن أئمة الهدى وجدهم المصطفى الأمين عليهم الصلاة والتسليم قد ساروا على منهج الوسطية والاعتدال والأخلاق الحسنة والتسامح والسلام، وقد أوصوا بذلك وشددوا علينا أن نكون من الأمة المرحومة، بأن نقعد ونسكن وننتظر ونعمل بورع واجتهاد وطمأنينة ومحاسن الأخلاق. قال عليه السلام: لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به، الورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم عليه السلام. من سره أن يكون من أصحاب القائم عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. فضائل أمير المؤمنين، صفحة 147 لابن عقد الكوفي، الغيبة للنعماني، النجم الثاقب، الجزء الثاني للنوري، البحار، الجزء الثاني والخمسين. يتبع الصرخي الحسني. لمتابعة الحساب يمكنكم متابعتنا عبر تويتر والفيسبوك والإنستغرام.